هذا بالنسبة لأداء العملات. وللحديث أكثر مشاهدينا حول أسعار العملات ينضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة إيكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك رائد. أبدأ معك باللهجة أو التصريحات التي أعطانا إياها الفيدرالي الأمريكي حول مستويات التضخم، كانت نظرة حذرة حول معدلات التضخم، بالتالي هل تتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة هذا العام؟ طبعا بلا شك كانت تغير كبير في لهجة الفيدرالي الأمريكي ونظرة حذرة مثل ما تفضلتي. طبعا هذا يعتبر نوعا من السياسة التيسيرية التي تتضح أن الفيدرالي الأمريكي متمسك فيها بعض الشيء، وسوف يقلل ذلك بلا شك من فرص احتمالية رفع ثالث لأسعار الفائدة هذا العام. طبعا الاحتمالية الآن هي عند حوالي مستويات 40% أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في شهر ديسمبر. طبعا هذا الانخفاض كان من حوالي فوق مستويات 60%. في نفس الوقت نحن نواجه كلام جديد حول أن التضخم المتراجع دون مستويات المستهدفة عند 2% لا يزال عبء على الفيدرالي الأمريكي. طيب أستاذ رائد، أيضا في تصريحات الفيدرالي الأمريكي قال أنه سوف يبدأ بتقليص حيازته من السندات أو محفظته من السندات في وقت قريب جدا نسبيا، لكن لم يفصح متى ذلك. الأسواق تفسر بأن يكون ربما هذا بيع السندات سوف يكون في شهر سبتمبر. هل تتوقع فعلا أن يكون بيع السندات في سبتمبر، وأيضا ما أثر ذلك على سوق السندات؟ طبعا الخطاب ورد في كلمة واضحة، هي relatively soon، يعني قريب نسبيا. المقصود فيها لأن الفيدرالي الأمريكي متجه أساسا كان في خطة تشديد السياسة النقدية، واللي اعترض الموضوع حاليا هو التضخم المتراجع إلى حد ما. طبعا الميزانية الضخمة اللي هي حوالي 4.5 تريليون دولار أمريكي تثقل أو تضخم بشكل كبير ميزانية الفيدرالي، ويجب أن يبدأ التقليص بها. لكن موعد شهر سبتمبر للبدء بتقليص هذه الميزانية أعتقد يحتاج الفيدرالي الأمريكي ليطمئن أكثر على سير السياسة النقدية، ليتجه نحو تخفيض حجم الميزانية. يكون الموعد أبعد من شهر سبتمبر، وقد نضطر لانتظار حتى نهاية هذا العام حتى يبدأ الفيدرالي بخطوات فعلية بتقليص البالانس شيت أو الميزانية الخاصة به من حجمها الضخم اللي هو عند 4.5 تريليون، والذي يحتوي على سندات خزينة بشكل كبير وأيضا على سندات رهون عقارية كان قد اشتراها بفترة التيسير الكمي الماضية. طيب أستاذ رائد، نتحدث عن الدولار، إلى أين يتجه الدولار في الفترة المقبلة؟ أود أن أسألك أيضا عن اليورو بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف. اليوم يتراجع قليلا اليورو مقابل الدولار، قد تحدثنا في مقابلات سابقة كان يتحدثون المحللون عن مساواة اليورو مع الدولار، يعني اليورو يساوي 1 دولار، لكن أصبح أكثر من ذلك. نحن نتحدث عن دولار 17.39 ووصل إلى 40 17 40. ما توقعاتك سواء من أين المكاسب جاءت لليورو، وأيضا اتجاهات الدولار قبل أن ننتقل للحديث عن اليورو؟ طبعا يعني الدولار الأمريكي بشكل واضح كان تحت الضغط ويستمر تحت الضغط، والآن عامل الفيدرالي الأمريكي وتخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية يلعب دورا في إبقاء الدولار الأمريكي عند أدنى مستويات في 13 شهر، وممكن يتجه إلى مزيد من التراجعات أيضا في ظل التغيرات أو عدم الوضوح السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وفشل ترامب بتمرير الخطة من خلال الكونغرس بديل لخطة ترامب أو برنامج ترامب، عفوا برنامج أوباما كير للرعاية الصحية. طبعا هذه كل الأمور تثقل على الدولار الأمريكي وتضعه في اتجاه هابط بشكل أكبر، ويبدو أنه
سوف نواجه هذا الاتجاه لفترة قد تكون ممتدة، على الأقل نحن نتحدث عن أشهر، شهرين أو ثلاثة. الدولار الأمريكي سوف يكون معرض لمزيد من التراجعات، ومستويات ال 95 كمؤشر دولار أمريكي أمام سلة من العملات يعني دون قد يصل إلى ما دون هذه المستويات بشكل أكبر، بينما اليورو يستفيد حقيقة والطريق مفتوح أمامه لمزيد من الارتفاعات بدعم من توجه المركز الأوروبي لتقليص البرنامج الضخم للتيسير النقدي الذي يتبعه. الحديث حول ذلك دفع اليورو إلى المستويات العليا في 23 شهر تقريبا، ويتجه إلى مزيد من الارتفاعات. يبدو أنه في تحول حقيقي باتجاه اليورو دولار الأمريكي يتضح أكثر وأكثر، واستهدافاتنا متوسطة المدى أصبحت عند 1.20، وابتعدت التوقعات التي كانت تتحدث عن العودة إلى الباريتي. نعم، رائد الخضر مدير قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.